ألف شكر ألف شكر ألف شكر ألف شكر، تمني بالتوفيق بكل بالتوفيق لكم ولكل عائلة الجيوش الإسرائيلية، درز، عرب، مسيحي، يهودي، الكل إن شاء الله. إلى سيد وأخي جنرال المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي والصديق كذلك أبيشاي المشهور في العالم العربي والعالم الإسلامي، هذه القوة لكم وأن تكون ضد الشر الذي سيمس الدول العربية وخاصة نظام الشر الذي ينفق على الإجرام في حزب الله وحماس والحوثيين وغيرهم الذين لا يريدون السلام للمنطقة ولا للعالم العربي ولا كذلك إلى الدولة الإسرائيلية والكل. إن شاء الله تعالى أنتم تكونون السبب لاستقرار هذه المنطقة. وكان لنا حوار مثمر عن التحديات والمشاكل وغيرها، نحييكم تحية من القلب على مواقفكم وعلى آرائكم وتفهمكم لما تتعرض له إسرائيل من اعتداءات وغيرها من الجبهات المختلفة سواء من غزة أو